يا 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 عالي. القذائف يعني الفوسفورية محرمة دوليا حارقة يطلقها جيش العدو الإسرائيلي انطلاقا من مرابده داخل الأراضي المحتلة، مستهدفا الآن سهل الماري وهي منطقة مفتوحة. نجت قبل قليل إحدى السيارات المارة، يعني عبرت السيارة ومن ثم سقطت الشظايا الحارقة لهذه القذائف، سقطت خلف السيارة ونجا بفضل العناية الإلهية. إذن هذه مشاهد من سهل الماري، فبقى قصف باتجاه مزارع شبعة وتحديدا في منطقة شانوح.